وفجأة تخرج من القرية يجي الصحراء. ده إيقاع الصحراء صحيح من حيث تتلقى البطلة اللي هي البنت اللي نشأت في منطقة خضرة نوية، فيبقى فيه حالة السكون وعزم وقوة مش تأمل، صدمة. عشان كده أول فصل في الحياة الثانية صدمة الصحراء. نعم نعم صحيح. خلاص بتروح في الحياة الثالثة لمنطقة اللي هي مش البتراء، هي المنطقة اللي خلف البتراء اللي بيسموها البيضة في الأردن دلوقتي، أو بيسموها بالإنجليزي ليتل بتراء. فبتشوف عالم تاني خالص، مفرداته وعلاقاته وإدياناته حتى مختلفة بشكل كبير جدا. فلا الإيقاع كان مختلف، بس أنا طول الوقت بشاغب القارئ وأخليه يستنى حاجات وما تجيش، وبعدين تيجي حاجات، لأنه أنا القارئ هو قضيتي الأولى طول الوقت، وأنا مشتبك معه في خيال غير ناطق. طيب دكتور بشكل سريع بس استاذ فخيا من الوقت بلا إدانة. يعني انا عندي سؤالين اعتقد انهم ملتصقات بالروايه بشكل اساسي. السؤال الاول انه هل انت تعد روايه النبطي روايه رحله اللي يعني مسمى في تاريخ النوع الروائي في العالم ذا بيكرسك نوفل، الروايه التي فيها بطل يتنقل من مكان الى مكان ويسعد مشاهداته، لكن في نفس الوقت ايضا يغوص في داخله، يعني العالم الخارجي الذي يمر به كانه هو اداه للكشف عن هذا العالم الداخلي الذي يحاول ان يوسع عنه. السؤال الاخر، عندي سؤال يعني مشاغب قليلا وهو انت تعلم عن الكلام عن اللغه الثالثه التي استخدمها نجيب محفوظ في رواياته، فانت تكتب عن حقب تاريخيه بعيده وكانك تترجم هذه الحقب، لانه انت تستخدم لغه لم تكن موجوده في تلك الايام، وانما كانك تعيد ترجمه هذا العالم. هذا حصل في عزازيل ويبدو انه حصل جزئيا ايضا في النبط. لو انك كتبت عن موضوع المعاصر، هل كنت ستكتب بهذه اللغه المشحونه العاليه التي فيها قدر من النحت اللغوي والتراث؟ جميل. الماده التي تتجلى فيها اللغه العربيه في اعلى مستوياتها. ومن هنا ايضا اريد ان اربط ذلك باعجابك الشديد بشعر محمود درويش، وانت تحفظ الكثير من قصائد محمود درويش تجلى فيها اللغه العربيه. طيب اولا بالنسبه لسؤالك الاولاني ده، انا ماليش دعوه بيه. بس انا بكتب، انت بتوصف بتصنفها رحلات، بتصنفها اسفار، بتصنفها نقاد، ومش عايزين يشتغل ولا خلاص. فبالتالي دي مهمه الناقد. طيب يشوف الرواية ازاي او يعالجها ازاي، يشوف اللغة بتتجلى فيها ازاي، والصنف الادبي نفسه اللي هيحطها فيه، ده كل دي مسؤولية الناقد، وانا يعني لا شأن لي بها. انما تعالى بقى للسؤال الثاني الاخطر. انت بتقول انه لغتي بتنعكس على الماضي. لا لا باخذ ذلك. قلت انه انت استعرضت الحقبه التي يعني العالم الذي تصفه عالم عتيق قديم لم يكن زعما اللغه العربيه، كانك تترجم انت بالمعنى الايجابي للكلمه. لا لا اقصد نعم بالمعنى الايجابي. فهل لو كتب يوسف زيدان روايه احداثها معاصره، هل سيكتب باللغه نفسها ام انه سيضع نفسه في سياق اخر من التعبير اللغوي؟ بكتب بنفس اللغه اللي اتكتبت بيها عزازيل وظل الافعال، لان ظل الافعال النص الاولاني منها في المستقبل كمان، صح؟ وفيها السياق دي اللي كتير بياخدوها على بياخدوا منها مقتطفات يحطوها على النت وكده. وهنا اللغه في النبطي باستثناء المناطق اللي بنحكي فيها عن مفردات الحياه تيجي في لحظات، ودي يمكن كانت عن عمد
الانتقال ما بين النص السردي والنص الشعري. نعم. شريطة ان ده ما يحدثش اي اهتزاز في بنية الروايه. انتقال سلس. ودي نوع من المشاركه مع القارئ انه فجاه يجد نفسه بصوت قصيده. صحيح. وليس حكي معتاد. هذا الالتحام والاشتباك مع ذهنيه المتلقي هي دي قضيتي الاساسيه. فهنا انا بستعمل لغه هي لغتي. اتكلمت عن المستقبل، اتكلمت عن الحاضر، اتكلمت عن التاريخ باستثناء المفردات الداله على المرحله التاريخيه. لغه واحده. الزخم. الايقاع الداخلي اللغه وكيف يمكن ان انطق بها اللغه الجديده وانطق بها مدى صعوبه تقمص يعني رجل وباحث مثلا الى تقمص دور انثى صغيره قبطيه قبل 1500 سنه لمده 300 صفحه يعني 380 دي كان والله لانه اثرت حتى يمكن القريبين مني يعرفوا انه ماريا كانت يعني بتسكن ذهني اثناء الكتابه كم سنه قبل فتره الكتابه؟ اول سنه بس سنه بتنقل بين في منهم اربع شهور او كده وبعدين كملت. ماريا لا كانت بتهمس طول الوقت. والروايه اتعمل مثلا ليها يمكن 12 بروفة لان هي طول الوقت في صراع بيني انا وتكوين وبينها هي كحاكيه. طيب انا عندي سؤال ملح اذا سمحت لي ساره، بس عندي سؤال ملح بعد هذا الكلام الجميل كله عن هذه الشخصيه ماريا واهميتها والكلام اللي ذكرته في المحور الاول، لماذا لم تسمي الروايه ماريا؟ لما سميتها اللقي؟ سؤال محير بالنسبه لي. انا اعتقد طب وليه سميتها عزازيل وعزازيل ما سميتهاش الا بعد جيبه؟ هو سؤال كذلك، هو سؤال. وليه ما سميتش ظل الافعى باسم احد الابطال اللي فيها؟ العنوان ده كيان قائم بذاته. ودال لو استعملنا مصطلحات نقديه هو احد الدوال الاساسيه للعمل الروائي. فهو طول الوقت النمط بيوتر القارئ. احنا بنحكي عن في 120 صفحه بيظهر فيهم في مشهد فقط خلاص، وبعدين في الحلقه الثانيه بيروح ينتظر جبل موسى من هذا النبع في الحلقه الثالثه، بس هي بتكتشف ان هو كان حاضر فيها طول الوقت. نفس الشيء في عزازيل، هو عنوان الروايه عزازيل بس هي بتحكي عن الراهب هيبه، بس عزازيل بيجي في الاول كده. ف القضيه هنا قضيه القارئ. دكتور يوسف انا عندي ثلاث اسئله بحاول اختزلها بشكل سريع. لا شك انها اللغه يعني وصلت حد البدخ في هذه الروايه، وجاءت على لسان امراه يعني بصوت رهيف، ولكن عندما تحدثت اشرت انت طبعا الى ظهور النبي القرشي. لا ادري يعني لما شعرت انا كقارئه عاديه جدا انك او ان هذه الشخصيه ماويه او ماريا لم تتحدث عن هذا النبي بقدسيه.